وقصيدة على حراك الشعب في هذه الفترة، وهي رسالة تخاطب الشعب إلى الشعب. نسير ولا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير نردد الشعار والجموع خلفنا، في قرية، في مسجد، في مأتم، أو في سفارة لعينة بها سفير، أو قرب شارع به سعادة الوزير. فكل ما يهمنا بأننا نسير، فيقمعون جمعنا ويخفتون صوتنا ويستباح حقنا، فيبذل الشيخ بنا ويحبط الصغير. لكننا نسير، أحلامنا أن لا نرى في السجن من أسير، أحلامنا أن يشبع الجائع والفقير، أن لا نرى أولادنا، أن لا نرى أولادنا سقفا من الهبات قد يطير، أن نهجر الحصير، أن يرحل الحقير عن بلادنا لأنه حقير، ونلبس الحرير. فإن تحققت لنا والله لن نسير. عشنا بموطن لنا يحدد الممات، نجتزئ عن مسارنا ونزعم الثبات، بموطن ذلت به الفتيان والبنات. أهكذا الحياة؟ أهكذا نسلخ ظلما وسط الظلام لأننا قلنا كلاما يجرح النظام؟ فيسلخ المنام ويمنع الكلام ويبدأ الخصام ويمنع الشعب بأن يخرج للمسير. فننظر الشعر وفي عنواننا الصمود، وننشد الألحان باليأس وبالبرود، ونزعم النصر بوهم ما له حدود، لنكسر الجمود نظن أن أمة مشهورة الخلود. نقول لا للذلة الحمقى لا قيود، وقولنا كعاشق هاجر من أحبها وخانها، فربما يطيل هجرا أو لها يعود. وهكذا نسير، ننام دهرا ثم نصحو من جديد، نصحو لساعات ونمضي ولهم نعيد، بقالب جديد، بخطبة أو قلم يعظم القصيد، نكرر النشيد ونذكر الشهيد، ونفعل الأفعال كي لا نستوي عبيد، بقالب جديد فيحرق الإطار، ونعلم القرار، ونرشد الشعار في الليل والنهار، نعيدها والشعب في أقواله يعيد، يريد ما يريد. نرى الحسين مثلنا بالدم والوريد، وننظر القاتل في أعماقنا يسير، ثم ننادي للملا بصحوة الضمير. وعزمنا فقير لا يملك الكثير، وهكذا نمضي فلا نملك شيئا غير أن نسير، بموكب، بندوة، بساحة، بقرية، بمسجد، أو في سفارة لعينة بها سفير، أو قرب شارع به سعادة الوزير. فكل ما يهمنا بأننا نسير، نسير لا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير.